شو هيدي يا سيد؟ شو هيدي؟ صفي شوفي ما في شيء سلامتي كبدو على الشغل انا كبدو ايه شو بعمل لك؟ مالك شايفتيون؟ اشتري لك كم جوز كلسات ايه بشتري ولك انا ما اشتري امزيكي غدي طبيرتي ارتي ايه قلي قابل شو عملت لي؟ بشو بدي اعمل لي؟ ما بدي على هالعيد سكربين وجزدين مالك كيف لك؟ ايه انتي بقي يوم للعيد يوم للعيد؟ ايه لا يمكن بقي يومها ويكونوا ثلاثة إذا رحت لعند حدا بدي عيدهم بشو بروح بالمشاية؟ أنا بعرف هل إيه صحيح نسيت قلك شو بدك تقلي؟ إجا جارنا مأمون ايه؟ مأمون نجلو ايه؟ جيب لي معه هدية وقال جيب لك هدية بس ما عرف شو هي يمكن يكون جزدان يمكن يكون سكربيرة يمكن يكون فستان ما بعرف ايه أنا بدي سكربين وجزدان قبل العيد يا عمي ما معي لو معي يا مرة كنت اعطيتك خوفي الله هيدي هي عطول ما معك عطول ما معك شو عشت القهر هاي عشت قهر وبس يه هذا المزقزة عم يدق على الطبلة مرحبا شباب اهلا استاذ مشكات اهلا بالبلبل انت اللي عم تدق ايه انا هيتك بتدق منيح لا بدق شو رايك مزقزق تشتغل معي على العيد عندي حفله انا وين عندك حفله اخد صاله الاعراس والافراح عامل فيها حفله مهمه كتير ايه وشو بدك تغني فيها جرب معي هذا شو الليله عيد الليله عالدنيا سعيد ليلة عيد وعلى الدنيا سعيد شو يعني هيدا يا امين طب لما بكون عم غني ليش بتقطعني انت ما عم بتمرن على غنية بدي غنيها بليلة العيد هلا شو في بليلة العيد ما عامل حفلة كبيرة انا انت ايه لكن وبدك تغني فيها وحدك لا جايب معي مطربين كتير مطربين معروفين معروف انا بعرفهم ما بعرف مثل مين يعني مثلا حكيت مع ملحم بركات ومع مروان ادهم وحكيت مع راغب علامه وريد توفيق وجورج بسوف هذا متعهد الحفل الزغلول لك انا كلهم بعرفون ايه ايه يا مشكيح نعم هلا هولا نعم كليتون بدك تغني معهم لا امين هني بدون يغنوا معي عرفتي هني كل واحد بيعمل وصل صغير هيك على الماشي واخر شيء انا بختم الحفله الفدقات السهره انا يعني بكون انت بدك تختمي لكن هو قد بدك تدفع لهم الحقيقه انا متفق انه انا ما بدفع لهم بس بناخذ النص انا والنص الثاني بياخذوه كلهم سوا هني والزغلول والنص انا من عين النص انا بدي اقبض انت من النص يلي نصي انا لك ما راح نقبض اهلا انا اسعد اهلا 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 معلم اسعد اهلا وسهلا شوفي مين عم بينفذ اسعد شو بي زعلان هيا ولو ما اقول مرحبا ما في بشر هون شو بك يا اسعد شو قصتك يا اسعد شو القصه اهلي شو اهلا هيك يعني على الماشي اهلا ما نحن قاعدين بقهوتك ما بتقول مرحبا شوفي لك يا استاذ مشكيح نعم في بيروسي موال اليوم قداش بالشهر اليوم 28 رمضان ها بالضبط نعم طيب بداش باقي للعيد بعد يومين او يومين ما معي اشتري لي لمرتي حجله لا سكربينه بلا جزدين ولو يا اسعد ما نحن لبعضنا يا اسعد تفضل شرف هي 10,000 خد 1000 واعطيني 9 نعم 10,000 خد 1000 واعطيني 9 شو قصتك يا اسعد شو اسمك؟ ما عب عليك يا زغلول شو عم بعمل شو يا زغلول؟ ابني عم اشحد عندك انا؟ لا 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 ماشي اشحد هو بسيطة يلا الله كريم قوم لنكفي الحرق روح نعمل جروب عوني خاطرك يا اسعد ايه
مرحبا أسعد. مرحبا عمو أسعد. أهلا أهلا جميل. أهلا عمو كم. أهلا فيك. أنت جيت من السفارة؟ امبارح وصلت وبدي عيد مع أهلي. ما بس جي عيد، كمان جي بده يخطب. إيه عود، هو شاف بنت الحليل اللي حطت عينه علي؟ شاف يعني؟ عم نفتش له، عم نفتش له. يلا يا عمو أسعد، هيدي هدية مش من قيمتك يعني. ولو ولو الله يرضى عليك. أنا لا شيء. الله يخليك. ناطرك تجيب لي هدية يا عمّا، كتر خيرك، ممنونة. ولو نحن بدنا منك هدية. ولو يا صاد. إيه؟ أنت الكل بالكل، على كل على إذنك وخاطر. على وري عنا مشوار بعد بدنا نكمله. إيه الله يوفقك. الله يا عمّا أسعد، تخطب بالسلامة. يعطيك العافية سعدية. أهلا أهلا عمو جميل، كيفك؟ ابني كامل بتعرفيه؟ كيف لك؟ الحمد لله على السلامة. امتى جيت؟ امبارح وصلت. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. جاي بده يخطب وياخد خطيبته معه ويسافر. ايه ألف مبروك. الله يبارك. اهلا 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 جميل. وينو امين؟ ما في داعي، خلص انا باخذهم. بخاطرك عمو جميل. خاطرك كامل. مع السلامه. ها مبين قوام قوام شرف يا سيدي. جاي يضرب العصفوران بحجر. بده يعيد معنا، وبالوقت نفسه بده يشوف له شي بنت حلال يخطبها ويتجوزها وياخذها معه. ما بيكون غلطان ابدا. مبروك سليم. تفضل عمو ابو سليم. شو هذا عمو؟ لشو ها؟ هدية بسيطة مش من قيمتك يعني. ولو نحن بدنا منك هدية، لك نحن بدنا توفيقك وسلامتك والله يعطيك العافية. الله يعافيك. ابو سليم. إيه؟ بده يطبق المثل، المثل بيقول يا آتيا من سفر فأتي بهدية ولو حجر. شو يعني هلا بقلبها حجر؟ لا يا ابو سليم، لا عم نقول لك المثل شو بيقول. على كل عن اذنك بخاطرك. نحن ما بدنا سلامتكم، شرفونا تبقوا هيك بالسهرة. ان شاء الله بنتشرف. بك يا اهلا وسهلا. امين. شو بك؟ انا رح اعلمك. مو مزبوطه؟ مزبوطه مزبوطه كثير. ايه؟ مهمه. رح اعلمك بس على شرط. بس عجبتني هيدي فرقه الشروشيح. المشاكيح. المشاكيح حفظ استاذ مشكيح. بدي منك خدمه بس. قول. انك ثوب سعدية ما بتقرب ابدا. نعم ثوب سعدية ما تقرب. لك كل شي بدك منها بعطيك ايه، بس انا سعدية بحبه وانا بخطبها. ايه انت اخطبها وانا بحبه. اهلا سعيد. مرحبا ماما. أهلا. بابا موجود؟ ايه طبعا، تفضل ارتحت اندهله. اهلا 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 سعيد، كيف؟ الله يرضى عليك الله يرضى عليك يا الدعون. يا اهل خير هالزيارة. شو في؟ سلامة قلبك بابا. الله يسلمك. بس انا كنت طلبت من الماما حجلة. ايه؟ تحكي لي مع ابو سليم بخصوص سعدية. سعدية؟ ايه يا سعيد، انا حكيت مع سعدية قبل ما نحكي مع ابو سليم. وشو كان رأيك؟ قال تحكوه مع خي ابو سليم. شو اذا سعدية موافقه اتركوا لي ابو سليم علي انا. ماها بس انا خايف ما تكون سعدية براسة حدا يعني. لا 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 يا اسعد، سعدية ما في براسة حدا. واسألوني انا عنها، كل اسرار عندي. بترجيكي ماما حجلي، بدك تساعديني. سعيد انت شايفة لسعدية؟ ولو بابا، وبعرف كل شي عنها. كل شي كل شي تلميذك. تعرف يا سعيد، إذا تزوجت سعدية ما بتكون غلطان، لأنها كثير بنت حلال. اتركولي أبو سليم عليا وأنتوا اهتموا بالبيت. الله يطول عمرك يا بابا. شارع الطرب هون ما بقى شارع. يبقى شو هذا اللي عم تعلم؟ انا عم اتعلم ضق العود. وضروري انت تضق عود وهو يضق هداك ضق. هلاك لك الدنيا كمان. يا مشكاح. شو هذا يا مشكاح؟ شو في هذا؟ معقوله هلا امين من مال وانت من مال وهداك التعبان من مال؟ شو هالمعقوله ها؟ وانت الدنيا كمان وانت الدنيا كمان. شو هذا عم تعمل؟ دخلت بفرقه مشكاح. اذا دخلت بفرقه مشكاح كل واحد بيقعد بوادي وبمحله بيقعدوا بيصيروا يخبطوا ويطبلوا. لك الدنيا صيام والعالم قاعده بدها ترتاح على بعض الظهر. شو قصتكم؟ بلا هالضعبة هلا مشكاح. ايه هاكا عصام تخليك عم تغنى.
امين شو ببلش بعزوف عش تعزف بقى قوم لوان قوم لشوف بتروح عند الحلوانجي منير ايه بتقول له بيقول لك مو سليم خلص صدر الكنيفه اذا خلص خده على البيت والله اخي شو عندك بقى عزيمه اليوم ايه جاي لعنا اسعد وحجلي وسعيد بعد الافطار بدهم هيك يحكوا بموضوع بقى قصينا على صدر كنيفه يلا لشوف وهذا العود ما بدي اشوفه اذا بشوفه هون كسره على راسك عمي من المعزوم معلوم ولو يا امين بلاك الكنيفه ما بتتاكل بعرف الدس يا علي مشان نعرف روح على شغلك هلا روح بخذن على البيت بقي ثلاث ساعات للافطار روح بخذن على البيت لا بتجيبه لهان لا اخذن على البيت لا بتجيبه لهان يا زكي يا فهلوي الحقيقة يا اختي سعدية يعني بدك تقولي انا بدي اخذ رأيك بشو اليوم جاي لعنا اسعد وحجلة وسعيد وحكي معي اسعد وقال انه بدهم يجوا اليوم طيطلبوا ايديك يعني انا ما بعرف كيف ما اعطيتهم وعد قلت لشوفك واخذ رأيك اليوم بالسهرة هلا بدهم يجوا شو رأيك بقى انت بالموضوع يا خيي انا ما راح اتجوز قبل ما افرح تفرحي فيها أنا شو بدك مني ما أنا فاتني القطار وما بدي القطار يفوتك إليك مثل ما فاتني إلى شوفي يمكن إجوا مساء الخير أهلا 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 سعدية مرحبا أبو السلام وليد حليل كيفك إن شاء الله مبسوط أهلا 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 يا أهلا بأمتك أهلا وسهلا بأسعد أهلا بسعيد أهلا خير مين هلا جاية أبصر. مرحبا سعدي الله معك يا وسليم مرحبا كيفك تفضل يا ابني تفضل تفضلوا اهلا ها وانتم شو قصتكم شو عاملين موعد او رابطين على بعضكم جايين كلكم سوا الحقيقه يا ابو سليم هلا ما في حدا غريب ايوه كلتنا بنعتبر اهل حي واحد صحيح ما في حدا غريب بيناتنا ايوه فلذلك حاعلن عليكم هالنبأ خير ابني كامل أيوة. اجى من الخليج خصوصي بده يخطب ويكتب كتابه ويتجوز وياخد عروسته ويسافر ولك الف مبروك الف مبروك مهني ان شاء الله يا كامي بس يا جميل نعم. مينية صاحبة الحظ السعيد يلي كامل بده يخطبه ما نحن جايين بهالخصوص يا ابو سليم وطالبين ايد اختك سعدية شو ونحن ابو سليم الحقيقه نحن لشو جايين رؤي اسعد انا تفاجات مثل حكايتكم طولوا بالكم لا انت ولا هو انا لشو جاي الامين معي يا خيي جاي يخطب لي سعديه لك يا مشكاح شو هالحكي هذا معقول سعديه تاخذ واحد قد جده اسمح لك تقول قد جده ابدا احترم الناس وبعدين شوف مقامي كل واحد يحترم حوله انا سعديه جايب سعيد يخطبه لا 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 يا سعد سعديه اذا بده يصير نصيب لابني كامل لا يا جميل يكون بمعلومه انا ابني سعيد هو اللي طلبه بالاول ليش ابني كامل مش هو بيشكي يا اسعد طول بالك طولوا بالكم يا جماعة شو يعني انت بتنا فتعطينا الرد هلا ولا شو طولوا بالكم علينا يوم يومانا شوف شو بدنا نعمل هلا في شقتونا وصار في اكثر من طلب واكثر من شغله بدنا نفكر بالموضوع يعني بدك تدرس الموضوع طبعا خاطرك ومن الشباب يا اسعد يا اسعد جبنا كنيفه وعزم بدنا نعزمك ابو سليم وهلا بالنسبه لنا شو ردك قلنا يا سيد جميل تركونا شي يوم يومين نفكر كمل نعم قوم يا ابني حاضر يا عمي شو هذا ابو سليم ايه؟ فكر على مهلك ودرس الموضوع ليش هالجماعه هيك زعلوا وكل واحد اخذ على خاطره ابو سليم يدرس الموضوع خي كلهم فلوا هلا ما بقي غيري انا هون شو رايك بهالشتلي يا ابو سليم ها ليك ملا طول اسم الله طلع ايه شو المعنى يعني ايه انا عريس سعديه ما في غيري عريس سعديه ها ايه شو رايك لا انا برايي كمان بدنا نشوف ندرس الموضوع بس الموضوع معي شو بدك احلى من هيك اطلع فيي عندي انا اهم شيء فيي طولي ودماغي ايوه وعيوني احلى شيء كلهم بيقولوا لي عيونك حلوين فرجيني عيونك وشو ها قرب رو معك ايوه
شو هالعيون هو؟ ابو سليم شبه؟ ابو سليم وين رحت؟ شو شلت عن عيوني ابو سليم دخيلك ابو سليم؟ لا فعلا عيوني احلى عيون. هي هيك هلا رجعت شفتك ابو سليم بالمره نيوب بيك بالمره تعبت. يا اهلي على كل يا مشكيح بدك تتركني كمان تركنا الموضوع نفكر نحن وسعديه وهي سعديه تختار تشوف لانه ما حدا عامل حساب انه فجاه يجيها هالقد خطوبه وعصر يكرم عينك بليله واحده. يلا خاطرك ابو سليم فكر عم اهلك. ايه يلا. يا رب انا طالبه عريس واحد بيجيني بليله وحده ثلاثه لا اربو ابو سليم. ايه هالخطوبه كلهم ايه؟ شو راح تعمل لهم؟ شو بدي اعمل لهم؟ بدي طبل لهم. Hello.